نشرة أخبارية الخامسة، أهلا بكم. البداية بالعناوين: تسليم أجهزة طبية وفتح مكاتب بلدية وربط مختلف المؤسسات بتقنية الألياف البصرية خدمة للساكنة، ورهان على كسب متطلبات التنمية بعنقزام وبرج باج مختار. ترحيل أكثر من 130 عائلة إلى حوش مهوب ببراقي بالعاصمة. وبوهران إعادة إسكان أزيد من 100 عائلة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. إطلاق طبعة 10 لمسابقة تاج القرآن الكريم بمشاركة 24 متنافسا من حفظة كتاب الله تزامنا وشهر الفضيلة. تموين السوق المحلية بحاسي بحبح بالجلفة ومختلف نقاط البيع باللحوم الحمراء تلبية لحاجيات الاستهلاك خلال رمضان. أهلا بكم. بداية، اطلع كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار على جملة من المشاريع المنجزة والجاري إنجازها بولايتي عين قزام وبرج باج مختار، حيث أعطيت بالمناسبة تعليمات هامة لتحسين ظروف السكان. سهيلة دغمومة. عندنا راكم تشوفوا يسمى عندنا نقص في الأطباء، عندنا نقص في الفراملة. المرافق التي نعاني منها في عين قزام ومرافق ضرورية، الصحة والاتصالات. حنايا في برج باج مختار هنايا ماذا بينا تفعيل مستشفى المختلط. تقديم خدمات بريدية واتصالاتية ترقى لتطلعات سكان عين قزام وبرج باج مختار، إضافة للنهوض بالقطاع الصحي من خلال استكمال المشاريع الجاري إنجازها بالولايتين وفتح التكوين لتوفير الأخصائيين هو ما تم التأكيد عليه. إن شاء الله يكونوا عدد كبير من الأطباء يكونوا منتشرين هنا، لأنها تدخل في تعديل المنظومة الصحية، لأنها أصبحت ولاية ذات صلاحية كاملة. احنا وصلين نقطة صفر مع الحدود النيجيرية، الألياف البصري وصل لهون بوجود الاتصالات، تكون أيضا ديناميكية اقتصادية المنطقة هذه، تكون فيها مستقبلا منطقة نشاط حر، والاتصالات شق هام أي مهم كثير لكل متعامل اقتصاديين وكل مواطنين. هذا وتم دعم الولايتين بأجهزة طبية جديدة إضافة إلى سيارتي إسعاف، كما تم فتح مكاتب بريدية وبسط شبكة للألياف البصرية. تحسين الوضع الصحي لسكان ولايتي عين قزام وبرج باج مختار والرفع من مستوى التغطية بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية سيساهم لا محالة في رفع الغبن عن سكان هذه المناطق الحدودية التي هي بحاجة إلى مزيد من الدعم والاهتمام. ثمنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة المجهودات المبذولة من قبل الدولة لترقية محيط الفنان اجتماعيا ومهنيا خلال إشرافها اليوم رفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بن الخضر على لقاء جمع إطارات القطاع والجمعيات الثقافية للوقوف عند تحضيرات القطاع في أحياء الشهر الفضيلة. كريم الشمط. الثقافة صورة أخرى من صور بعث للهوية الجزائرية المسلمة تعكسها مشاهد إحياء الشهر الفضيل عبر جسور تواصل ثقافية روحانية. سننقل للمواطنين الصورة التي ينتظرونها من قطاعنا، صورة تعكس فلسفة ثقافة مختلفة، ولذلك أمرنا ببرمجة تلة من المهرجانات التي سترافقهم على مدار الأيام المباركة لهذا الشهر. وبين النشاط الحي والافتراضي دعوة إلى زرع روح التواصل الإيجابي وفق برنامج يحمل صور المواطنة. رمضان في الجزائر كان فرصة للإبداع، كان فرصة للثقافة، كان فرصة للتدبر، كان فرصة لتحريك العواطف الإيجابية، كان فرصة لإبراز كل معالم الجمال فينا تضامنياً
تعاونيا تشاركيا في كل المجالات. هي لائحة من غذاء هو للروح أقرب، سيتزين بها رحاب رمضان ببرنامج ثقافي عبر نفحات روحانية تكفلها مقامات فنية. استقبل اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزير الطاقة والنقل الصحراوي سالك بابا حسناء، حيث تحدث الطرفان حول سبل التعاون في مجال الطاقة، سيما إيصال الكهرباء لمخيمات اللاجئين وكاد تكوين شباب الصحراء الغربية في مجال الكهرباء. اللقاء حضره أيضا سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر. تحدثنا على مجال تعاون في مجال الطاقة خاصة في الكهرباء وشبكة الكهرباء، إنتاج الكهرباء، توزيع الكهرباء، وكذلك تحدثنا على سبل تكوين التقنيين الصحراويين في مجال والتمكن من استعمال وكذلك تسيير الطاقة الكهربائية. وأحنا جاهزون بكل مدارسنا وكل إطاراتنا. جينا باش نشوفوا يعني في إطار يعني اختصاص هذه الوزارة يعني المشروع الطموح الكبير اللي هو يعني إدخال الكهرباء لمخيمات اللاجئين الصحراويين. هذا يعني كان يعني موضوع الأساسي اللي يعني تناولنا في التجمع وقيمناه ووقفنا يعني على الإشكاليات الكبيرة اللي ما زالت يعني باقية باش تنجز المرحلة الأخيرة من من من, من هذا المشروع. أشرف أمس المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان على حفل انطلاق الطبعة 10 لمسابقة تاج القرآن الكريم، وذلك بالمعهد العالي للفندقة، لتنطلق البرايمات ابتداء من يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى مسابقة حاد الأرواح التي ستبث كل يوم ثلاثاء طيلة شهر رمضان الفضيلة. التفاصيل مع عبد القادر بن غنو. سيخضع 24 متنافسا من حفظة القرآن إلى تكوين على أيدي أساتذة متخصصين في النحو وأساليب الإلقاء، لتبدأ العروض المباشرة في الطبعة 10 من حصة تاج القرآن في أول جمعة من رمضان. بإذن الله نأمل أن تكون طبعة مميزة رغم كورونا، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق والسداد. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاستفادة من المشايخ في هذا المعهد. ينقسم البرنامج إلى شكلين أو شقين، شق خاص بالبرايميت وشق ثاني بالمدرسة، لأن مهم جدا أن الطلبة هؤلاء الذين يتنافسون على المراتب الأولى عندما يأتون فهم مادة خام، وتسقل هذه المادة من خلال هذه المدرسة التي وفرنا فيها أساتذة ومختصين. إضافة إلى انطلاق معهد حادي الأرواح الذي يضم 12 متسابقا. إذا كان واحد يشكر فهو أنتم، شكرا أنكم ستعيدون إلى ما نجب أن نكون عليه، إلى المسلم الحقيقي الذي يحيا ويعيش بالقرآن ومن أجل القرآن. تتزاحم التيجان في أعتابه شرفا وطابا الفوز. وتحضيرا للشهر الفضيل، مبادرة تضامنية لإعادة الطلبة الجزائريين المقيمين عبر التراب الفرنسي أطلقها رؤساء العديد من المؤسسات الجزائرية بفرنسا. تقرير عفاف بالهشات، القراءة لفوزية تاج. هي التحضيرات الأولية الخاصة بشهر رمضان لمساعدة الطلبة الجزائريين المقيمين بفرنسا، والتي اعتاد فؤاد وصديقه على القيام بها مع بداية هذا الشهر الفضيل. جئت مع صديقي حكيم وهو رئيس مؤسسة، وبفضل شبكته تمكننا من إنجاز هذه العملية التي تعد الثالثة من نوعها هذه السنة، وقمنا بتوزيع أكثر من 500 إعانة. العملية
سيتم فيها توزيع 200 قفة رمضانية بها الحاجيات الأساسية للمائدة الرمضانية. اليوم جندنا رؤساء مؤسسات وإطارات جزائرية هنا في فرنسا، وهي عملية تضامنية تمس كل الطلبة الجزائريين عبر تراب فرنسا. مركز التكوين المهني بباريس هو نقطة توزيع هذه المواد الغذائية على الطلبة. قررنا فتح هذا المركز لإعانة الطلبة المتضررين من الأزمة الصحية ومساعدتهم حتى يتسنى لهم التركيز في دراستهم وكذا نجاحهم. هنالك العديد من الجمعيات التي ساعدناها، وهي اليوم تلعب دورا هاما في هذه الأزمة. هي في الميدان للتطوع، وأعتقد أنها ستنمي الروح التضامنية بين أعضاء الجالية. وتأتي هذه العملية التضامنية في هذا الظرف الصحي الذي يستلزم تكاتف الجزائريين بالخارج لمساعدة الطلبة المقيمين بالتراب الفرنسي. وعشية شهر الفضيل وترسيخا لقيم التضامن والتكافل والتراحم، حديث عن الوزيعة، تقليد سنوي يجسد أسمى مظاهر التضامن والتكافل الاجتماعي في منطقة جنزات شمال ولاية سطيف. سعيد بالونيس. توريرت أو القرية الصغيرة الكبيرة كبار همة أهلها واتساع مساحة الخير فيهم وعلو الناس فيها علو دار جدي على وليها، جريان الخير على أيديهم مع أزلية موروث الصدقة والوزيعة، عربين البر وعراجين الإحسان. إن شاء الله كل عام نديروا الوزيعة في جدي على، إن شاء الله عليك رب العالمين. نفسيين سكرد اللمة، سكرد الاتحاد، سكرد القوة، سكرد خلال الحوايج. هان السهر في تقطيع الجزور حين يجتمع كبار توريرت وشبابها وإعداد القطع حتى لا تنقطع رحم وتزداد أواصر التضامن وعرى التكافل، فعبر الوزيعة تتوزع المحبة لتصل إلى مستحقيها عبر براءة الأطفال لضمان استمرار العادة وتوارثها عبر الأجيال. يوزع غادي نكل قبل شهر رمضان إن شاء الله المبارك، استفاد نكل لي زوالين زكس باش نكرسوا ثقافة الأخوة والوحدة والآخر ولم الشمل إن شاء الله. ستظل توريرت بأعالي جنزات شمال سطيف عنوانا للتآخر والتآزر، فالوزيعة وسيلة والتضامن غاية. وقصد تموين السوق والمحلات باللحوم الحمراء بولاية الجلفاء قبيل الشهر الفضيل، تم ذبح حوالي 200 رأس غنم وبعض العجول بالمركب الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبحة. محمد شوقي بونيف. باقتراب شهر رمضان المبارك وضمانا لتموين الأسواق ونقاط بيع اللحوم، تم ذبح حوالي 200 رأس غنم وبعض العجول في مرحلة أولى والموجهة للاستهلاك بالمركب الجهوي للحوم الحمراء ببلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة. البرنامج شهر رمضان المعظم أولى العملية الذبح. اليوم تم ذبح حوالي 200 رأس من الغنم موجهة إلى نقاط البيع المتواجدة في الشمال، كذلك تم تحضير حوالي 3000 رأس من الغنم لتغطية السوق، وكذلك منع المضاربة التي تحدث خاصة بداية شهر رمضان الكريم. مراقبة مستمرة لنوعية وجودة اللحوم من طرف أطباء بيطريين باتباع كل المراحل لضمان وصولها إلى المستهلك في حالة جيدة. يحرص المذبح الجهوي على اتباع خطوات نظام الأش أس سي بي اللي هو متعلق بيانسور بالنظافة والليجيان. نقوم بأخذ عينات ديزيشونتيون من لافيونت تاعنا، من اللحوم تاعنا، ونقوم بعملية المراقبة الميكروبيولوجية للحم. المراقبة البيطرية دائما عبر كامل مراحل الإنتاج تاع اللحوم، مراقبة عند في البداية، مراقبة للحوم، مراقبة عند دخولها إلى التبريد، مراقبة بعد التقطيع إذا كان هناك تقطيع، مراقبة عند خروجها في الشاحنات حيث يتم تسليم شهادات بيطرية صحية. لتلي هذه المبادرة مبادرات أخرى ستساهم بشكل كبير في توفر اللحوم الحمراء وأيضا لضبط أسعارها طيلة شهر رمضان الكريم. هذا وتسعى ملبنة الأوراس بولاية باتنا إلى الرفع من وتيرة الإنتاج نظرا للطلب المتزايد الذي تعرفه هذه المادة خلال الشهر الفضيل. من العبديش.
لضمان وفرة الحليب ومشتقاتها التي يعرف الطلب عليها ارتفاعا قياسيا في شهر رمضان الفضيل، برنامج خاص سطر في هذه الملبنة العمومية في ولاية باتنا. نبدأ نوجدوا يعني الوحدات، جميع وحدات إضافة للوحدة تاعنا تاجي تمشي نقولوا تروا فويت يعني بدون انقطاع، نحاولوا نرفعوا وتيرة الإنتاج نضعفوها في شهر رمضان. احنا مسطرين برنامج 500 ألف لتر يومي في خلال شهر رمضان. تنويع المنتوجات ورفع وتيرة الإنتاج يعد الهدف الرئيس للملبنة حاليا ولبلوغه، مساعدات وقروض مالية تقدم للفلاحين لتشجيعهم على تربية الأبقار. المؤسسات تاعنا في السنوات الأخيرة قدمت قروض من أجل شراء تقريب حوالي 2000 بقرة، عندنا تقريب يوميا أكثر من 50 ألف لتر من حليب البقر يدخل يوميا المؤسسة. استثمار الملبنة في تربية الأبقار وتقديم الدعم والمرافقة لكل من يرغب في ذلك يعتبر خطوة إيجابية يمكن لها أن تحدث الفارق، فما كان يستورد من الخارج سينتج وطنيا ليقلص فاتورة الواردات الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته. أشرفت اليوم المديرية العامة للأمن الوطني على الإطلاق الرسمي للحملة الوطنية التحسيسية حول السلامة المرورية تحسبا لشهر رمضان الكريم عبر مختلف التراب الوطني تحت شعار السياقة كالصيام استقامة والتزام. خرجتنا الميدانية لهذا اليوم هي عبارة عن نقطة انطلاق للحملة التحسيسية التوعوية الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص حلول شهر رمضان الكريم. شعار هذه الحملة الوطنية التوعوية التحسيسية هي رمضان بدون حوادث مرور جسمانية أو مادية. وفي حديثنا عن حوادث المرور، لقي 4 أشخاص حتفهم فيما أصيب 7 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث سير وقع اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 60 بالمكان المسمى حشاد التابع لبلدية عين الملح. الحادث نجم عن اصطدام بين مركبتين سياحيتين، قد تدخل عناصر الحماية المدنية بعين الملح من أجل إسعاف الجرحى، كما فتحت مصالح ودرك الوطني تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات هذا الحادث. إلى قطاع السكن الآن، حيث تم اليوم بالعاصمة ترحيل أكثر من 130 عائلة من حوش كالما بسحولة إلى حوش مهوب ببرقي. محمد ياسين نقاش. لأكثر من 20 سنة في هذا الحي وفي هذا المنزل عانت السيدة نسيمة ليلى نهار حر الصيف وبرد الشتاء. أنا نقدر نقول بجوزي فام كومباتونت تري كوراجوز، عشت أنا وليداتي كبرتهم وشنو سيتي با فاسيل، جوز دي مومون تري ديفيسيل تري ديفيسيل. الماء البرد كيما ما عندنا لي بان جوي سي با سوفيزون. عاشت بميزيريا بوندون 22 عام، بوندون 22 عام كلش هنايا تهبط تقري قرات اجيال واجيال والحمد لله دوكاتك. اليوم يأتي الفرج لتبدأ حياة جديدة مع حلول شهر رمضان الفضيل. فرحة وش نقول لك، إن شاء الله كيما أني فرحانة نتمنى هذه الهدية كاع للشعب الجزائري. هي تجديدة عاود. الحمد لله، يا كنت متمنية نجوز رمضان في داري والحمد لله يا ربي العزيز. إذن هي إحدى عمليات الترحيل التي تواصل من خلالها ولاية الجزائر القضاء على السكن القصديري. تعتبر هذه العملية العملية 27 التي تشرف عليها ولاية الجزائر لترحيل الأحواش والبيوت القصديرية. شملت هذه العملية هذه المرة حوش كليمة ببلدية سحولة التي تضم 137 عائلة. تم ترحيل 127 عائلة في هذا المكان الذي نحن به الآن بحوش الموهوب، 5 عائلات بولاية فايد وعائلة بدرارية. كما سيتم استرجاع الوعاء العقاري لإنجاز مرفق عام.
كما تم بولاية وهران ترحيل أكثر من 100 عائلة من القطاع الحضري ابن سينا إلى القطب العمراني ببلقايد. مختار مذكورة. أنا فرحانة بالسكن الجديدة وغادي نقرأ غير نفسي. من نذيق العيش إلى رغده، نقلة في حياة إسراء من مباني هشة بالقطاع الحضري ابن سينا إلى القطب العمراني ببلقايد، أين رحلت 100 وعائلتين في أجواء تنظيمية محكمة. 24 عام زعما مغبونة الغبينة، لا مدخلة المخرجة، حوش بلا باب، زعما مغبونين تاع بصح، غير ربي يفرج علينا والدولة تاعنا عطاتنا الحمد لله يا ربي به. سكاني شابين بمعيار شباب الحمد لله واسعين، الديار مشروحين والمرافق العمومية كاينين. ترحيل 102 عائلة من أصحاب ولا ذوي الاستفادات المسبقة ببلدية وهران، مست 80 عائلة بالمندوبية البلدية ابن سينا والباقي بالمندوبية البلدية البدر والمقراني. ولاية وهران تستعد لإعادة إسكان أزيد من 34 ألف عائلة ضمن مختلف السياق مبرمج توزيعها خلال السنة الجارية. ستعرف الولاية هذه السنة برنامج ضخم يتعدى منح 17 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، منها أكثر من 7000 وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش بالولاية. حصص سكنية مجتمعة ستقلص بشكل كبير في أعداد الطلبات المودعة وتحدث التوازن المطلوب بولاية تضم 3 أقطاب عمرانية مدمجة. صحيا، وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 107 مرضى للشفاء. دوليا الآن، وفي ملف الصحراء الغربية، دعا تجمع المواطنين للجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية، دعوا الأمم المتحدة إلى التحرك وتحمل مسؤوليتها لوضع حد للإفلات من العقاب وعناد وتعنت المحتل المغربي الذي يعيق أي تقدم نحو الحل السلمي ويمنع الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. هذا فيما استنكر الحزب الشيوعي الفرنسي حزب الجمهورية إلى الأمام لفرع في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة من قبل المغرب، معربا عن ثبات موقفه في دعم الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو. من جهتها، عبرت ممثلية جبهة البوليزاريو بفرنسا عن رفضها القاطع لما أقدم عليه الحزب الحاكم الفرنسي الجمهورية إلى الأمام، معتبرة الخطوة انتهاكا صارخا للوضع القانوني للصحراء الغربية. أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إعداد مقترح لقاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر القادم وفق خارطة طريق أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وقد أنشئت اللجنة القانونية نهاية العام الماضي وتضم 18 من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية وتقديم التوصيات، ومن بينها مقترح الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات. هذا ويعتزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة زيارة تركيا الاثنين على رأس وفد يضم 14 وزيرا وعددا آخر من المسؤولين في الحكومة. أكثر من 7 ملايين ناخب توجهوا اليوم في تشاد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في دورها الأول بمشاركة 7 متنافسين، من بينهم الرئيس المنتهي ولايته إدريس ديبي إتنو الذي يسعى للفوز بعهدة سادسة بعد أن حكم البلاد لمدة 30 عاما. هذا وقد فتحت مكاتب الاقتراع أمس أمام أفراد الجيش وقوات الأمن للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء سياسية مشحونة ودعوات أحزاب سياسية إلى مقاطعة هذه العملية السياسية.
إلى أخبار الرياضة الآن، وبرسم الجولة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يستقبل سهرة اليوم فريق شبيبة القبائل نادي نهضة بركان المغربي، ومن جهته يستضيف وفاق سطيف نادي إنيمبا النيجيرية في مهمة متباينة لممثلي الكرة الجزائرية. عبد العزيز بن سلمة. شبيبة القبائل التي لم تخسر لحد الآن وتحتل وصافة مجموعتها بخمس نقاط، أمامها فرصة مثالية للإطاحة بنهضة بركان وربما خطف الصدارة. الشبيبة أجرت آخر ميران لها بمعنويات عالية، وكلها عزم على استغلال عامل الملعب والظفر بنقاط المواجهة. ورغم أن التشكيلة الجزائرية ستكون منقوصة من خدمات متوسط الميدان مالك رايح بداعي العقوبة، إلا أن الجميع جاهز للوصول إلى النقطة الثامنة والاقتراب من بلوغ دور الربع. وإن كانت وضعية شبيبة القبائل أفضل نسبيا، فإن الوفاق الصيفي يبدو أمام فرصة أخيرة لبعث حظوظه في سباق التأهل للدور المقبل. إنيمبا النيجيري سيكون منافسا عنيدا، كيف لا وهو الذي تفوق على ممثل الكرة الجزائرية في الجولة الماضية بهدفين لهدف. الوفاق الذي يملك نقطة واحدة في آخر الترتيب لا يملك خيارا آخر اليوم سوى الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة والتقدم في جدول ترتيب المجموعة الأولى. إذن نادي الوفاق والشبيبة سيكونان على موعد إفريقي مهم، والنقاط أصبحت ثمينة في طريق بلوغ ربع النهائي. المباراتان بإمكانكم متابعتهما على المباشر في بث مزدوج على الساعة 8 مساء على القناة الأولى. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، بقي نذكر بأهم ما جاء فيها من أنباء. تسليم أجهزة طبية وفتح مكاتب بريدية وربط مختلف المؤسسات بتقنية الألياف البصرية خدمة للساكنة، ورهان على كسب متطلبات التنمية بعين قزام وبرج باجي مختار. ترحيل أكثر من 130 عائلة إلى حوش ميهوب ببراقي بالعاصمة. وبوهران إعادة إسكان أزيد من 100 عائلة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش. إطلاق وطبعة العاشرة لمسابقة تاج القرآن الكريم بمشاركة 24 متنافسا من حفظة كتاب الله تزامنا وشهر الفضيلة. وكما تابعنا تموين والسوق المحلية بحاسب أحبح بالجلفة ومختلف نقاط البيع باللحوم الحمراء تلبية لحاجيات الاستهلاك خلال رمضان. شكرا على كرم المتابعة.